السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدارس. جات لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن سحب على بان معنا 907 جمات. انا حاليا باكونت شاهين على امل اني اعمل له مثل ما بيقولوا السالفيشن ولا الريدمبشن بحيث اني استرجع شوي من ماء وجهي اللي خسرته اذا كنت عم بسحب له بالبث. طبعا اللي ما شاف الفيديو تبع الرابح، انا نزلت الفيديو عملت الاعلان تبع الرابح بالجيف اواي، روحوا شوفوا الفيديو مشان تعرفوا مين اللي رابح، وبطريقكم روحوا شوفوا الفيديو تبع القناه الثانيه. خلينا نعمل دعايه اجين. اليوم ان شاء الله راح احاول اني انزل فيديو اذا اسعفني الوقت، بلا ما نطول كتير بالفيديو. خلينا نروح لانه في روتيشن كامل. على امل نطلع نسخ بان باكبر عدد ممكن. الهدف هو 3 نسخ ان شاء الله. اوكي، اول واحدة ميتة. هلا اول مش انا قلت له، انا نبهته لشاهين وعطيته الانذار، قلت له انا هاد البانر حظي فيه كتير 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 سيء، يعني حتى بالاكاونت تبعي عامل لل 600 صرت تقريبا. لان هاد سيف بحبه بس هو ما بيحبني. اوكي، لسه معنا كتير جمات لنتأمل انه والله. طيب هلا خلينا نشوف نعمل استراتيجية العيون النعسانة. خلينا نشوف استراتيجية العيون النعسانة، يلعن اختها السيف ويلعن اخت هوك. بس والله منيح الاس ار احسن من العادي. طيب استراتيجية العيون اللي مصحصحة، بما انه استراتيجية العيون النعسانة ما نفعت، هذا السيف ما بده يعتقني بقى. يس. طبعا شو الاتفاق اللي صار بيني وبين شاهين، هو انه اذا طلعنا الثلاث نسخ قبل ال 900 حوقف بارضي، يعني ما راح افكر اني اكمل. اذا طلع لي اكثر لوست بين، نايس 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 نايس، اعتقد ما عنده يا 6 حلو لحد الان. اعتقد نوت باد. انا الثاني. انتوا لاحظوا انه ال 180 يعني السادسه والسابعه والثامنه والتاسعه بظرف 4 ملتيات طلعنا النسختين هذول. نايس 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 نايس. وهلا انا ما بعرف ليش كنت متوقع هي اس اس ار، لا تسالوني ليش. شو هاد؟ كينج جي جي. اوكي، لحد الان 4 فيستيفال باول 300. اعتقد فينا نقول عملنا نوع من الريدمبشن لحد الان. شوفوا اذا بال 450 بنخلص الثلاث نسخ بيكون والله يعني ما راح اعمل سكيب. ما تسالوني ليش بس عندي تفاؤل فيه لحي. ما تسألوني ليش. شت. اوكي. مو استن واحدة، التنتين. هو شو قال لي؟ شو قال لي؟ أنا كنت هلا عم برجع راجع شو قال لي، إني خفت إنه يكون قايل لي هو وقف بعد 2 بان. هو قال لي إذا منطلع بالروتيشن 2 بان بيكون الوضع رواق، بس فرضا إذا طلعنا 3 بان قبل الجارنتي وقف. فأنا حاليا عم بمشي على هاي النصيحة. حاليا طلعنا 2 بان، اعتقد هذا معناه انه البان جارانتيد 6 اذا كملنا الروتيشن. بس احنا شو الهدف تبعنا هلا؟ الهدف تبعنا
انه نكمل 6-6 قبل ما نوصل للتسامية بحيث انه يضل معه كم جيم. بتوقع بعد اول 300 بلش يهدي الوضع صح ولا لا؟ ولا انا متهيالي؟ بس بصراحة انا مني وعلي يعني راضي صراحة. اول 300 طلعنا لوست فين دبل بان كينج وهي هي في اس اس ار من الاخر. تشاندلر حلو حلو كثير. ان شكلهم ناويين يخلوني يكمل لل 900. انا هيك حاسس بدهم ياني يكمل لل 900. وين الملائكه والله؟ حدا شاف شي ملائكه هون مارين من هون؟ شكلهم هون في دبل. الحمد لله الحمد لله حنعمل تعويض، حيكون في تعويض بالفيديو اليوم. واخيرا بصراحه التراش اللي كان عم يصير معي بسبب بانر بان حرفيا سبب لي احباط مو طبيعي. انتم ما تتخيلوا بعد البانر تبع بان انا عامل فوق 7000 جيم يمكن بالبث، وبال 7000 جيم هدول يعني الحظ حرفيا ما في ولا اكاونت من الاكاونتات اللي عملت فيهم كان حظ واو. اوكي دبل اس اس ار هي حشوفها، مع اني انا ما بالعاده بشوف بس حاس فيها بان. هو دوان حلو، ما بعرف اذا صار عنده 6 6 ولا لا، ان شاء الله ما يكون سوا 6 6. هذا بان 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 لوست فين. اوكي ان شاء الله يكون لوست فين 4 6 عنده. خلينا ناخذ صورة هيك بسيطة للمستقبل، ما بتعرفوا الواحد شو بصير معه. هاي فيها دبل اس اس ار صح؟ والله يمكن ما فيها اس اس ار. شن اوكي اعتقد الروتيشن هذا احلى لوتيشن. اذا بقارنا بالروتيشنات اللي عملتها كلهم بالبث اعتقد هذا من احسن الروتيشنات. يعني كم فيستيفال هلا؟ 2 وقبل 4 6 فيستيفال لحد الان. لا والله بصراحة نايس، فيري فيري نايس روتيشن. هلا معي لوست فين كمان، والله لا اتفرج على الانيميشن. معقول انا ما اكون اتفرج على الانيميشنات؟ انا كتير كنت عم بعمل سكيبات بس هلا بس بلشوا الانيميشنات تصيروا حلوين بصراحة، صار عندي نوع من التفاؤل انه انا حسوي هلا 6 6. ما حاستنى، هلا حسوي 6 6 شوف ولا الفورو كاونتا اللي حتخليه 6 6. واذا بيطلع لنا كم نسخة تشاندلر لودو الشباب هدول ايستن ان شاء الله تكون عندك 1 6 كانت قبل هيك او 4 3 يعني صار معك 3 نسخ منه. هاي فيها شو وضع؟ فيها بطيخ. الواضح انه حنكمل الروتيشن، الواضح لانه بصراحة اوكي هي فيها اس اس ار. هذا الحمار هذا ما بدنا اياه، ادعوه ادعوه عليه للي عمل للي صوت له يا شباب. نعم بمزح ادعوا عليه. هي فيها دبل واحد بس ما بدنا دبل. اوكي طمع شين. لا بس اعتقد وي جات ذس. هو احلى شيء انه انا حاسس انه على الملتي الاخيره حيطلع لي بان، والله هيك حاسس. الفكره انه اذا طلع بان وهلا صارت وطلع هلا ذا وان، هل احنا محتاجين فعليا حدا؟ وين اس اس ارات؟ يمكن روحنا حظنا باول 300 جيم نحن. لا بس حلو والله انا يعني مع معدون هلا الملتي الاخيره بتوقع. لا لسه في مالتيتين معناتها هي او اللي بعد. لا هي اللي بعدها حيطلع بان. هلا شوف بس انا بدي اتاكد هلا شو الوضع باقي الشخصيات. اتوقع هو على الجارانتيد. اوكي ما طلع بان، خليني اشوف قبل ما ما بدي اخذه مع الكوين شوب.
بدي شوف شو وضع. هو ما عنده ليز، ما عنده مارين. حلو، ممتاز جدا جدا. ذا وان كان 5-6، صار 6-6. هذا كان الحلم الاول. شيت، صار عنده واحد زياده من هذا. وين كينج؟ كينج صار 3-6، مع انه هو يمكن لو كان طالع زياده منه بدل لوزفين كان احسن. بان كان 3، طلع لنا نسختين وهلا حنشتري الثالثه، صار 6-6. معناتها حاشتري له الثالثه بما انه ذا وان صار 6-6. ناخده بان. اوكي، ما راح استخدم الكوينز طبعا. يعني بان 6-6 سويناه، ذا وان سويناه 6-6. خلينا نشوف ايستن بما انه طلع له منه كيلو. وين ايستن؟ مو الخضرة. ايستن شو مطورة؟ ما بعرف وين ايستن. يمكن مرقت وانا ماني شايفة. صح، وينها؟ ليكا كانت 1-6، صارت 4-6. يلا هلا السوبر اويكنينج بصير ارخص عليك. و الايستن الحمراء كانت 1 صارت 2 احسن من 1 طبعا. يعني تشاندلر شو وضعه؟ تشاندلر اوكي، شكله مو مطور تشاندلر بالاصل، يا اما مطوره كتير فهو موجود بالتوب. ليش ما عم يطلع معي تشاندلر؟ تشاندلر بونج، وينو تشاندلر يا جماعة؟ أنا معقول أنا أحوال؟ والله مو شايفه. أكيد في شي غلط. شي ليكو، شلون مو شايفه أنا؟ تشاندلر صارتو. لا لا، صراحة يعني كم فيستيفال اذا بدنا نحسبها؟ 3 بان، 3 بان، 4 5 6 7، 7 فيستيفال، 7 فيستيفال ب 900 جيم فوق كلمة جي جي. شاهين شو هاد؟ ليش عندك 100 كوين عباد ستايل؟ وهذا ليش ما عم تحط الكوينات تبعه عليه؟ ما شاء الله شو عندك كوينات يا زلمة. هذا حطه على هاد وهاد وهاد. شين ما كان عندك نسخ منه يمكن. كل شيء يعني انت فعليا زيلدرس بدك تحط النسخ عليه. زاراتراس حطهم، إلاتي حطهم، إيستنات حطهم، هذا حطه، وهذا وهذا وهذا، وزيلدرس ودنزل وليليا، وهذا اذا ما كان 6-6، وهذا كمان، وهاد سليتر سوي 6-6 لانه ما بعرف ليش ما ممكن تسوي يعني، وكينج الاحمر اذا ما كان سوي، وديان الخضراء، وكاونتر مليودس. هدول الشخصيات سويا 6-6 اذا بصح لك. وكوينات الزياده اللي صاروا معك هلا فيك تستخدمهم، طبعا اكيد حتستخدمهم لتعمل ترفع الالتيات. وانا كتير كتير فرحان انه فعليا عملنا لحالنا ريديمشن، سوينا ذا 166، سوينا لوست فين 66، سوينا بان 66 جي جي. الحمد لله. وشكرا لك يا شاهين لانك اعطيتنا فرصه تانية. وبعدين ليش ضل تحلطموا علي على الجولد؟ انت ما معك الا 280 مليون، والله فكرت معك مليار. يا فو الله، شو هاد؟ انت مخلي كل شيء تيكتس، انا كله ببيعه، هذا كله فعليا مروح مساحه البوكس تبعك كله. انت عم تجمع بس ما شاء الله، مجمع كل شيء تيكتس، كل انواع الاكستشينج مجمعهم. والله ارادتك قويه. بعدين هدول ليش مخبيهم؟ اخذين منك مساحه على الفاضي. مطبل حتى هون، مطبل مخلي تبعت ذاك التايت. لا عم امزح، مخلي كل شيء. هدول مثل قلتهم، ما بعرف انا قلبت تقييم حساب. يلا هيك خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. وجود لك، مو جود لك، مبروك يا شاهين، والله عن جد كتير كتير انبسطت لك، وان شاء الله ان شاء الله تسفح حبان وتصير اكبر توكسيك بالبي في بي. خليني بس بدي اشوف شغله، بدي اشوف شو الجير اللي عامله يا لبان. اذا ما كنت عامل له يو ار بتكون اكبر نوب بالعالم، انه حاسك انك انت لا ظلمتك.
والله ظلمتك، والله انا بسحب كلامي، انا ما ظلمتك. شو هالنوب هذا اللي عامله هون؟ تعرف شو تعمل؟ عمل له ان انجريف، كمل الاتاك تبعه للماكس وعمل له ان انجريف، شيله من على بان، خليهم مشان تحطه على لودو بالمستقبل. حرام صراحة، والله حرام انك تحطه على بان هذا الجير. حط هاي القطعة مثلا عليه وخلي رولاتا اتاك كريت شانس وكريت ريت، كريت شانس وكريت دمج. نصيحة، هدول الرولات حرام يروحوا، خليهم للودو سيل. بس عدا عن هيك اللبس لازم جيب له اللبس، قطع الهيد بيس مزبطون، هذا شيء زبطه يعني، هذا عشان توفر على حالك جمات، لانه احنا اضطرينا نعمل روتيشن كامل. السي سي لبان مو مهم، الستاتس لازم يتغيروا. ان انجريف ان انجريف، وحط له قطع جديده، كريت شانس كريت ريت كريت دامج. ما اعرف شو قصه كريت ريت معي، خليني نشوف الدوسييل تبعك شو وضعه، بما انه قطع الجير هدينك اوريدي فيك تحطهم عليه، فان شاء الله يكون عندك شبه قريب 3-6. اعتقد فيك تبلش تعمل له قطعة، مو شاري له لبس، ما فيك تعمل له قطعة. فيك طب سوي له هي يا جايس، سوي له سوي له هي، تاخذ ويبن ببلاش. بس خلص هيك يمكن خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم، نايس بوكس سي سي. اتمنى تكونوا استمتعتوا، استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغطوا على زر اللايك، وروح اشتركوا بقناتي التانية، عم سجل حضور في 2 غايبين المرة الماضية مخصوم عليهم يوم غياب. ونشوفكم على خير، جاني.